السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بسألكم الدعاء، دعاء من قلوب مخلصة على الله سبحانه وتعالى يا رب يستجيب ويعدي الأزمة دي على خير. ادعوا لي كتير، و يعني مش طالبة غير ان انتوا تدعوا لي، وربنا يا رب ينجينا وتمشي فينا وإياكم على خير. جزاكم الله خيرا. عايزة الناس كلها تسامحني، وحبابي وصحابي وأخواتي يدعوا لي، الله سبحانه وتعالى ما ينسونيش، وفي الآخرة ما ينسونيش، وندور على بعض يا أخوات، ندور على بعض بالله عليكم يوم القيامة. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا ويجعلنا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا لأي حد زعلان مني ويسامحني، وربنا يا رب يكرمنا ويجمعنا يا رب في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الانسان ضعيف فعلا. خوات جزاكم الله خيرا على اسئلتكم، وجزاكم الله خيرا، بطمنكم بس ما تلاقوش، ادعوا بس ربنا سبحانه وتعالى. وصلى الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيني، صلى الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيني. اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاسه، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاسه. اللهم رب الناس ذهب الباس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاك، شفاء لا يغادر سقما. الله بسم الله ربنا وبرقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن الله. بسم الله أرقيني من كل شان يؤذيني، شر كل عين حاسد، الله يشفيني. بسم الله أرقيني، أسأل الله العظيم باسمه الشافي المعافي يشفينا شفاء لا يغادر سقما، احنا وكل المسلمين يا رب. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.